بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ويؤخذ من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالد بولده، حيث إنه سبحانه أوصاهم بأولادهم. ويؤخذ منها بيان ميراث الأولاد إذا اجتمع الذكور منهم والإناث، أن للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا في هذه المسألة وفي غيرها، كما في الإخوة والأخوات، كما في قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالله جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مما اعترض به أهل النفاق والملاحدة والكفار على القرآن، ويقولون إن الإسلام ظلم المرأة وبخسها حقها، فلماذا يفضل الرجل عليها، الذكر عليها؟ فنقول: الله جل وعلا حكيم عليم في تشريعه، فالله جل وعلا لا يسأل عما فعل وهم يسألون، لأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وهو أعلم بمصالح عباده جل وعلا، فلا اعتراض عليه سبحانه. هذا من ناحية. الناحية الثانية من ناحية النظر، فإن الذكر يتحمل مسؤوليات لا تتحملها الأنثى. الذكر يجب عليه أن ينفق على المرأة، والمرأة لا تنفق على الرجل، فالرجل هو الذي، الزوج هو الذي يدفع الصدقة، ولو كانت المرأة موسرة وهو فقير فإنه يجب عليه دفع الصدقة، والرجل هو الذي ينفق على المرأة ولو كان فقيرا وهي غنية، تجب نفقتها عليه بموجب الزوجية، والرجل يتحمل الديون والمسؤوليات، خلاف الأنثى فإنها معفاة في بيتها تأكل وتشرب، والرجل هو الذي يتحمل ويستدين لينفق وليسدد الواجبات المالية عليه، فهو بحاجة إلى المال. الله جل وعلا فضله على الأنثى لما يتحمله من النفقات وغيرها. يؤخذ من هذه الآيات بيان ميراث البنت إذا انفردت، إن كانت واحدة فلها النصف، تأخذ النصف بشرطين: الشرط الأول عدم المعصب لها وهو أخوها، الشرط الثاني عدم المشارك لها وهو أختها. يؤخذ منها بيان ميراث البنات إذا اجتمعنا منفردات عن إخوتهن، قال جل وعلا: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، مشتركا بينهن بعدد رؤوسهن. ويؤخذ من هذه الآيات بيان ميراث الأب والأم إذا كان مع ذكور الأولاد، أن لكل واحد منهما السدس. يؤخذ منها بيان ميراث الأب إذا كان ميراث الأب والأم إذا كان مع إناث الأولاد، أن الأم لها السدس أيضا، وأن الإناث من البنات لهن الثلثان،
والأبله السدس فرضا والباقي تعصيبا. يؤخذ منها بيان ميراث الأب والأم إذا كان مع الإخوة، ويكون للأم السدس ويكون الباقي للأب، لأنه يحجب الإخوة والإخوة يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس. يؤخذ منها بيان ميراث الأب والأم إذا لم يكن هناك أولاد للميت ولا جمع من الإخوة، لكن معهما أحد الزوجين، وهذا كما أسلفنا في تفسير الآية أن للعلماء فيه قولين، منهم من يقول تأخذ الأم ثلث الباقي بعد أحد الزوجين ويكون الباقي للأب، ومن العلماء من يجري الآية على ظاهرها فيعطي الأم الثلث كاملا ولو زادت على الأب. يؤخذ من هذه الآيات أن الوصية والدين يقدمان على الميراث، وأنه إذا اجتمع دين ووصية فإن الدين يقدم على الوصية كما جاءت بذلك السنة المطهرة، وهو إجماع من أهل العلم. يؤخذ من هذه الآيات أن الإنسان لا يدري هل الأنفع له الآباء أو الأبناء، فلذلك الله جل وعلا قسم الميراث بين أولاده وبين آبائه، لأن كلا من الآباء والأبناء يتوقع منه النفع للميت. وفي هذا في تشريع توريث النساء، توريث الصغار من الأولاد، رد على ما كانت عليه الجاهلية من أنهم يحرمون الإناث ويحرمون الصغار من الأبناء، ويقولون الميراث إنما يكون لمن يحمي الذمار ويركب الخيل، والإناث والصغار من الذكور لا يقومون بذلك. فالله جل وعلا أبطل هذا وشرع الميراث للصغار والكبار وللنساء والرجال عدلا ورحمة منه سبحانه وتعالى لعباده. يؤخذ من هذه الآيات أن مقادير المواريث من عند الله، فلا يجوز لأحد التلاعب بها بزيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير، كما يعبث به من لا يؤمنون بالله واليوم الآخر فيسوون المرأة بالرجل في شيء لم يسوي الله جل وعلا بينهما، بل فضل الذكر عليها، للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ليس من وضع البشر، وإنما هو من حكم الله جل وعلا الذي يجب امتثاله ولا يجوز الاعتراض عليه ولا يجوز التلاعب به والتساهل به. ولهذا قال فريضة من الله. ويؤخذ منها إثبات العلم لله جل وعلا وإثبات الحكمة، وأن الله جل وعلا عليم حكيم يشرع لعباده ما يصلحهم بعلمه سبحانه وحكمته. فالحكمة وضع الشيء في موضعه، فالله جل وعلا جعل المواريث في مواضعها اللائقة بها، فحين فضل الذكر على الأنثى فهذا وضع إلهي، وضع من حكيم حميد يعلم مصالح عباده سبحانه وتعالى. فلا اعتراض في هذه المسألة،
وهي تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث، إلا ممن لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يعرفون مصالح العباد ولا يتصفون بعلم ولا بحكمة، وإنما شأنهم الجهل وشأنهم العنجهية البشرية. أما أهل الإيمان بالله عز وجل فإنهم لا يعتريهم شك في أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى فإنه في غاية العلم والحكمة، لأن الله جل وعلا يقول إن الله كان عليما حكيما، أي عليما بما يصلحكم، حكيما في أحكامه سبحانه في أنه يضع الأشياء في موضعها اللائقة بها. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.